الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وجميع من والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة التوبة: إلا تنصروه فقال نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الشاهد في هذه الآية أن الله سبحانه يقول إذ أخرجه الذين كفروا. طب السؤال، هم كفار مكة هم اللي أخرجوه ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن له بالهجرة؟ لا، الله الذي أذن له بالهجرة، لكن عبر عنها إذ أخرجه الذين كفروا، أي هم كانوا السبب في إخراجه، كانوا سببا في إيه؟ في إخراجه. ويجوز الثورة كانت السبب، ولكن الأصل في الأمر أن هي حرب من الله. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فما حدث في 25 يناير الثورة هي كانت سبب في سقوط هؤلاء الطواغيت، لكن هي كانت حرب من الله سبحانه وتعالى. لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأنتم قد دعوتم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الطواغيت فغفلوا، فغفل الحكام عن هذه الدعوة، دعوة مصدوم في جوف الليل، غفلوا عنها ولم يغفل عنها الله، فكان ما كان. فإذن هي حرب من الله على هؤلاء الطواغيت وسبحان المنتقم الجبار. وما حدث في 25 يناير حدث في 10 رمضان 6 أكتوبر حينما نصر الله سبحانه وتعالى المصريون على الإسرائيليون في حرب رمضان أكتوبر. وحرب رمضان أكتوبر ليست الحرب الوحيدة التي وقعت في رمضان خاضها الجيش المصري، فلا تنسوا أن الجيش المصري حارب الصليبيين بقيادة السلطان صلاح الدين الأيوبي وانتصر عليهم، وكانت هذه الحرب في رمضان. والجيش المصري هو قاهر التتار، قاهر المغول الذين أسقطوا الدولة العباسية وقاتلوا الخليفة العباسي وذبحوا النساء والرجال والشيوخ وحرقوا مكتبة بغداد، كانت أعظم مكتبة في العالم في ذلك الوقت. وحين جاءوا إلى مصر وأنصروا الإنذار تصدى لهم الجيش المصري العظيم بقيادة القائد البطل والسلطان المظفر سيف الدين قطز، وكان معه قائد الميمنة القائد البطل ركن الدين ببرس، الذين أعداء الإسلام ادعوا عليه وشنعوا عليه أن هو تآمر لقتل الملك سيف الدين قطز في رحلة العودة من سيناء إلى القاهرة. وهذا كلام غير مؤكد. رحم الله الإمام قطز، ورحم الله صلاح الدين، ورحم الله ركن الدين ببرس، ورحم الله شهداء مصر في حرب أكتوبر. الله سبحانه وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن نصر كده من غير حاجة ما ينفعش، لازم تأخذ بالأسباب. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا. وهذا ما فعله المسلمون في حرب رمضان. لما تتبعتنا أسباب النصر المشتركة في هذه الحروب التي كانت في رمضان، ولا تنسوا أن غزوة بدر وانتصار المسلمين في بدر كان في رمضان برضو، لكن هنا أنا بتكلم على الحرب التي خاضها المصريون. المصري ده إنسان عظيم جدا ومعدن عظيم جدا، بس خليه يشعر بالعدل والمساواة.
يدي لك روحه ويدي لك امواله ويدي لك اولاده وكل حاجه. وده اللي حصل في هذه الحروب وخاصه في حرب المغول، حيث قضى المصريون على المغول قضاء نهائيا العالم كله ما قدرش عليهم. اللي انتشر عليهم المصريون، وكان المصريون في كل هذه الحروب هم الاقل في العدد والعده. لماذا انتصر الجيش المصري العظيم في 6 اكتوبر 10 رمضان، وانتصر في الحروب السابقه في عين جالوت بقياده قطز، وفي موقعة حطين بقياده صلاح الدين؟ اسباب النصر، اول حاجه الاعتماد على الله واليقين بان النصر من عند الله، لا من عند امريكا ولا روسيا ولا اوروبا ولا اي حد. اليقين المطلق بان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. 2، الاخذ باسباب النصر، لازم تعد البلد للحرب اعدادا جيدا. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مش مطلوب منك انت تعد لهم ما يكافئهم من قوه، لا، بقدر استطاعتك، وسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى.